بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جامعة طرابلس، جامعة طرابلس، حضارة تتجدد، خيار جامعي رائد، وتميز علمي واعد، علمي واعد. أريدكم أن تكونوا دعاة إلى الله حقا وصدقا، لا أن تكتفوا بنيل الشهادات الجامعية، لتساهموا في نهضة الأمة وإنقاذها مما تتخبط فيه من أزمات ومشاكل لا تعد ولا تحصى. من لحظة ميلادها الأولى آمنت جامعة طرابلس بالتكامل لا بالتنافس مع بقية الجامعات، فكانت تخصصاتها المميزة نقطة مضيئة في خارطة التعليم العالي في لبنان والعالم، لأننا نقرأ الكون بعين مؤمنة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا ديني. ففي التسويق لا نخدع لتزيد مبيعاتنا، وفي المال لا ربا لتربو عليه أموالنا، وفي الاقتصاد لا يندر رزقنا، وفي العمالة لا يظلم موظفونا، وفي الأداء لا نرائي رؤساءنا، وفي المحاسبة لا نسرق مؤسساتنا، وفي التدقيق لا نجامل عملاءنا، وفي المعاملة الأخوة أساس علاقاتنا، وفي الحداثة والإتقان فلا أحد يسبقنا. هناك ثلاث أمور تميزت فيها جامعة طرابلس. الأمر الأول هو المصداقية، والأمر الثاني هو المرونة، أما الأمر الثالث وهو المنهج العالمي الذي تبنته جامعة طرابلس.
مضينا دانا فسمعناه، ومضينا نبني الإنسان لبيناه، وحملنا وحملنا للعالم نور الإيمان.